برحب بحضراتكم مرة تانية في أول يعني لقاءات المحترف، وإحنا زي ما قلنا لحضراتكم بنغطي بطولة مميزة جدا يورو 2020 هنا بقناة النادي الأهلي. إن شاء الله تكون تغطية مميزة تليق باسم النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي وجماهير مصر كلها. وعشان دي بطولة مميزة لازم يكون في أول ضيف معانا في المحترف كمان نجم مميز على مستوى النقد الرياضي وعلى مستوى التحليل الفني. معايا ومع حضراتكم بنرحب بيه طبعا كريم سعيد. كريم مساء الخير عليك. مساء الخير كابتن هاني، ومساء الخير لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، والف مبروك النيو لوك والديكور الجديد وكل حاجه. حبيبي كريم منورنا دايما، وزي احنا بنقول ان شاء الله من خلال المحترف هنتابع طبعا الدورات الاوروب التوب 5 ليجز، لكن عندنا حدث كبير جدا طبعا هو بطوله امم اوروبا 2020. شايف البطوله دي ازاي واهميه البطوله دي ازاي يا كريم؟ يعني بطوله جايه طبعا في وقت صعب شويه، ظروف كورونا واللي احنا بنمر بيه، الكوره بتمر بيها في العالم خلال اخر سنتين امور صعبه شويه، لكن شيء جيد ان احنا نشوف حضور جماهيري، شيء جيد جدا ان احنا نشوف ان اللعيبه برده بيلعبوا بشكل جيد رغم الموسم المتلاحم مع الموسم اللي فات، وكان في مشاكل بدنيه كتيره الانديه كانت بتشتكي منها. انا شايف المردود البدني عند اللاعبين لغايه دلوقتي شكله جيد، مفيش مشاكل، ونتمنى طبعا ان الشكل يعني يتواصل بنفس النسق لغايه اخر البطوله. ربما حيت بالنسبه لنا على المستوى الشخصي اقامه البطوله في 11 مباراه في 11 مدينه مختلفه، ربما مش عامل لها ايدنتيتي واحد، مش عامل لها شكل واحد، لان الملاعب برضه يا كابتن هاني انت عارف يعني بتتلعب البطوله في بلد واحده بتديها شكل معين، شكل مختلف، لكن انما يعني 11 مدينه يعني صحيح. هو امر استثنائي طبعا عشان الاحتفالات ليلة حل اوروبي، مفيش مشكله يعني تعدي، يعني هتعدي. واحنا كمان معاك يا كريم ان شاء الله هنتكلم بالتفصيل طبعا عن يورو 2020، كمان هنتكلم على تاريخ البطوله.